السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشطار في الدنيا. بداية أعزائي المشاهدين، نعتذر عن الحلقة الأسبوع الماضي اللي ما قدرنا نوخوها نتيجة عن الحالة الإنسانية، كنا جايبين في آخر لحظات اضطرت على تدخل الطب، ولذلك ما قدرنا نجيبوها، ووخرنا حلقة ماضية للطفيل اللي جاي مشوار والديبو وتصل بي أبوه، وطفل يواجع عقب حلقته الماضيه، ما هي ذيك الاسبوع الماضي ذيك اللي سابقه تقريبا حوالي شهرين والله ثلاثه، عقبها بشهر تقريبا توفى، وكانت يعني ابوه تفاجئ بالقضيه ونعتذر عنها، نحن لا وخرناها من باب عنا ما نبقوا عنها وقت البرنامج ما تعود فيه حلقه والله شيء. هذا كان باطل التنويه. حلقتنا الليله اعزائي المشاهدين لا هي تعود كما هي العاده عندها جزئين، الجزء الاول نتكلم فيه عن موضوع مهم جدا وشائك وفاصل، الموريتانيين فاصلين يفهموه ويعرفوه، ناتي لانه يتعلق بسمعه موريتانيا، يتعلق بنظره العالم الموريتاني، يتعلق بمدى مصداقيه المواطن الموريتاني في الدول الاخرى، وهو موضوع خيري طبعا. نتكلم عن الجمعيات الخيريه وعلاقتها وطرق تعاملها مع الخارج وخصوصا دول الخليج العربي اللي الحمد لله نعم عليهم ولانا برزق، واللي معروفين بالكرم والصدقة، معروفين عنهم يساعدوا المسلمين في كل بلدة. الطريقة اللي تعاملوا بها جمعيات موريتانيا معها طريقة اللي فم نوع من الاحتيال يعود، في نفس الوقت فم جمعيات تشتغل تعد شغلة صالحة. يعني تكلموا اللي في نفس هاي الفقرة عن الرؤية أشبه رؤية قد يطرحها أي حد، لا يفتح جمعية ولا لا يأسس جمعية ولا لا يعدل عمل خيري، حد لا يمد يده للخير إيش قد يعدل، حد لا يشوف طريقة لأفضل طريقة وأنسب طريقة قد يعدلها تاجر أو رجل أعمال أو حد عنده مقدرة لكفالة يتيم أو لكفالة أسرة أو لتبرع لها أي شيء من هذا القبيل. طبعا الجزء الثاني لا يعود إن شاء الله أعزائي المشاهدين مع حالة إنسانية، الطفيلة عندها شلل، عندها ياسر المشاكل، حالة أهلها جايبينهم هون وجايبينها هي معنا، لا يتوخى إن شاء الله الجزء الثاني، تحتاج مساعدتكم إن شاء الله، ندور نطرق الموضوع في الجزء الثاني. نبقى في الجزء الأول من الحلقة واللي يتكلم عن هذه القضية اللي قلت لكم قبيل، ورحبوا معي بداية بضيف اللي ناقشوا معاه هذه القضية، السيد الشيخ يحفظه عليات، مرحبا بك سهلة سيدي الكريم. الشيخ يحفظه عليات أعزائي المشاهدين رئيس جمعية الإحسان والتوفيق، وباحث وكاتب في أمور الدينية المهلكة الإسلامية، ويناقش ومحاضر فيها، يعني ناقشوا معاه الليلة إن شاء الله بإجازة هذه القضية، وإن شاء الله أول سؤال وأهم سؤال هينطرح نظرة العالم الإسلامي. نقل هون الدقائق على العالم الإسلامي، العالم الإسلامي خصوصا دول الخليج العربي اللي أساسا ياسم جمعيات موريتانيا هون ينطلق هدفه أن يوصل للخليج العربي، كانوا بهم هم اللي نعم عليهم ولانا برزق ومسلمين في الوقت نفسه ويصدقوا له. نظرتهم لارك اليومات هذه، نظرتهم للجمعيات الخيرية الموريتانية، هل هي إيجابية أو سلبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. شكرا لك أخي الكريم على التقديم المميز، والحلقات كنت متابعها وأنا في الخليج ما شاء الله كان تقديم جيد، الحالات تصفها للناس بطريقة ما شاء الله فيها نوع من التأثر بها ويحق لك ذلك. أما عن سؤالك، ونشكر كذلك القناة على إتاحة الفرصة، أما عن سؤالك فهذا سؤال يعني ممتاز جدا، وسؤال يفرض نفسه، فكثير من الناس يعني يتجه إلى الخليج ويدق الأبواب هناك. أولا هذا الاتجاه إلى الخليج كما تعلمون أن علاقة الموريتانيين وغير الموريتانيين المسلمين بالخليج علاقة قديمة، وعلاقة يربطهم بها علاقة روحانية، علاقة دينية، الناس تتعلق قلوبهم ببيت الله الحرام وتتعلق قلوبهم
المدينة وتتعلق قلوبهم بما حول ذلك من الدول، وكما قلت يكثر فيهم الخير ولله الحمد، وتكثر فيهم الصدقات، ويكثر فيهم رجال الأعمال اللي ينفق الأموال الكثيرة الطائلة على المشاريع الخيرية، وخاصة في دول إفريقيا وموريتانيا من هذه الدول. أما نظرتهم القديمة فنظرة احترام وتقدير للشناقطة، لأنهم رسل دعوة ورسل سلام، وهذه الحضارة معروفة بنقل هذا الدين، وكانوا مثل علماء. في الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ليس عنا ببعيد، والتلاميذ ليس عنا ببعيد، والجكني الآخر ليس عنا ببعيد، وغيرهم من العلماء الذين يعني سافروا إلى هذه البلاد ومروا بكثير من الأمصار، فمثلوا موريتانيا أحسن تمثيل. والانطباع العام عن الموريتانيين أنهم رجال دين ورجال علم وشعر وثقافة، وأنهم يعني أهل محضرة وأهل بدو وناس طيبين، وعندهم من العلم ومن الأخلاق ما لا يوجد في غيرهم. هذا هو الانطباع العام. الانطباع العام إلى حد الساعة الانطباع العام القديم، يعني كانت فم نخبة مثلت البلاد أحسن تمثيل. أما الآن وقد تغيرت الأحوال، ويعني نظرت الناس إلى الدنيا بنظرة يعني ليست هي النظرة القديمة التي كانت عند أولئك، كان عندهم من العلم ومن الورع ومن الزهد في الدنيا ما يجعلهم يحصلون العلم، ثم إذا وقع في أيديهم شيء من هذه الأموال أنفقوها في سبيل الله، وإذا ما أعطاهم بعض المنفقين شيء من هذه الأموال أعطوها في سبيل الله وجادوهم بأموالهم. الآن تغير الموضوع، أصبح العمل الخيري تجارة عند كثير من الناس. ولا هون لا أعمم، لأن لا تزال هناك يعني بقية من الخير، ولكن للطباع العام الآن على كثير من الناس يفتح جمعية خيرية. أول شيء الأساس اللي أسس عليها الجمعية على أنه شاف الناس عدد الجمعيات وشبرة الفوا، كل مقصد في هذا تكسب، وهذا ليس هو المقصد السليم للجمعيات. الجمعية قالب قانون يترخصوا لك الدولة، إياك تسعى فيه لأنك تصل ببعض الأمور، إذا جبتها تعود مالك متابعة قانونية، أوراق تعتمد عليها، ترخيص يعطاك، إياك توصل لهؤلاء المحتاجين شيء، ولك أنت بالقانون وبالشرع أن تنتفع، لأنك عندك تذاكر تقطعهم، وعندك مقاغم أجره، وعندك ناس طيب لهؤلاء الناس تنصب لهم فترة رمضان وتقسيمات الإفطار، عندك ناس إذا كانت فيهم ثياب متسخة اللي توزع تنصقل وتنكوى، فيه مصاريف وهذا معروف. أما أن يكون الإنسان يأتي إلى الخليج ثم يقول لأولئك المحسنين عندي يتامى، وهو ليست عنده يتامى، أو يأخذ أموال اليتامى ثم يجي هنا ويبني بها الدور والقصور والدكاكين على الأرصفة، فهذا عمل ليس مقبولا. وفهم بعض من الحلقة خلق أنت اللي في هذا المجال وعلاقاتك في الخليج، فهم طيب بعض من هالحالات. أنا بالنسبة لي حديث عهد بالجمعيات، وإن كنت قد كنت يعني أشتغل في الجمعيات الخيرية قبل أن تكون عندي جمعية، فأعتبر نفسي أن تجربتي تجربة ناشئة، عمرها قبل أن تكون عندي جمعية 3 سنوات أو 4 في المجال الدعوي والمجال التوعوي والمجال كذلك الخيري. وأما حسب تجربتي في الإمارات التي أقيم فيها، فهناك كثير من الأمور التي أسمعها وبعضها شاهدته في كثير من الناس، وشاهدته في دول غير الإمارات كالسعودية، عند أصدقاء ناس يذكر هذه القصص، على اللي يجي واحد ويجيب معه ملفات كثيرة، آبار، حفر آبار، بناء مساجد، كفالة أيتام، بناء حتى أسوار والله جدران للمقبرة، ثم يأخذ الأموال ولا يفعل شيء من هذا، لا يفعل شيء من هذا، لا يبني مسجد. بل أن هناك قصص يذكرون أن فيه واحد على أنه جاء هنا ونعطاته فلوس أنه يبني به مسجد فلم يبني المسجد، فعندما جاء الممول أصلا قال له أريد أن أصلي في المسجد الذي جئتني وقلت بأن أهل موريتانيا محتاجون إليه، فذهب به. فلما جاء كان رجل معه تنسيق مع شخص آخر، وجاء إلى مسجد ليس هو من بناه، بل بنته جماعة في موريتانيا وبنته جماعة المسجد، فالضيف ابدأ ينتقد مسائل في المسجد، هذا السقف ما أعجبني، هذه المسمعات ضعيفة، هذا كذا. فقال له رجل من جماعة المسجد
انت قال له اخباره تنتقد المسجد كذا كذا، قال له هذا المسجد انا دفعت المال اياك بتني في احسن شيء. فهو تفاجأ الرجل ان الرجل ذهب به الى مسجد ليست له عنده به علاقه اصلا. فهذا من المسائل اللي تعكر صفو الانفاق. وهذا النوع ما غير نظره العالم خارج الموريتان من ناحيه العمل الخيري. يعني عاد عندهم جمعياتهم هم الخيريه كالهلال الاحمر وكجمعيه البغاتيه وكبيت الخير، اسسوا جمعيات بعضها قيد بانه يدفع هذه المساعدات للناس تنتفع بها على الارض، الفقراء الموجودين هناك سواء من الجنسيات الاخرى او من جنسياتهم هم، فاهم؟ وبعضهم كالهلال الاحمر عالميه، وكجمعيات اخرى ممكن يستفيد منها الخارج، واصبحوا يتعاملون بشكل رسمي وضيقوا على كثير من الناس ياتي بملفات صحيحه. هو المشكله في هذا لانك تعود انت عندك محضره صحيحه. احنا عندنا صور ممكن تعرضوا بعض من هذه الصور، وممكن بعضها جاكم بعضها ما وصل لكم. طلاب يدرسون في العراء في الشتاء وفي الصيف تحت عريش متهالك. هذه الصور احنا عندنا موثقينها، الين نمشي نطلبوا على هذا الناس احنا ما ندرهم يعطونا الفضاء في ايدينا كاع، يجوهم ويبنوها، يقولوا لك جانا فلان ليبنوه ما بنى لهم، وجانا فلان وقالوا لي يبني حمامات للمسجد وما بناهم، وجانا فلان قالوا لي يبني محضره وما بناه، وجانا واحد واعطيناه تمويل المسجد وما بناه. تصبح انت هون هم عندهم الحق ان يضعوا هذه الشكوك، طبعا هم لهم الحق، ولكن من هذا المنبر اقول لهم ولغيرهم ولفاعلين الخير سواء في الخارج او الداخل، على ان العمل الخيري اذا كان فيه ناس يستغلونه فهناك ايادي نظيفه، وكثرت الجمعيات الخيريه الشابه، ودائما الشباب تجد عندهم استعداد، تجد عندهم تضحية ليست عند غيرهم ممن يفكر في الأمور الصائرة اليوم الدنيوية المستقبل وكذا. هذا تجد شباب ما عنده، عنده التفكير في الحال. ولذلك هناك جمعيات في موريتانيا ناشئة، ويعني وتجاوزت كثير من الجمعيات اللي قديمة نعرفها ولا عدت شيء. فهناك جمعيات ناشئة مثلا جمعية بسمة وأمل، جمعية الأخت الأخرى اللي بسمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا زرتهم وقدمت لهم مساعدة تتمثل في ملابس، ممكن في الصور هذا اللي عندك في ملابس وفي أقضية. هذو ناس يوم تجي تقدم مساعدة يجمعوا لك الناس المحتاجين وتعطيهم أنت المساعدة بشكل مباشر، يطمئن قلبك. وأنتم برنامجكم جزاكم الله خيرا واضح، تجيبوا الحالة اللي محتاجة وتطلعوا رقم على الشاشة وتربطوا معطي بالمحتاج، وهذا الشفاف والسبب تعدوه. نعرف على ان بيكم كثرة الناس اللي تسول وتجمع الفضة تبني بها الجار ولا تعطيه الفقراء. انت استفد، انا لس ماني ضد انك انت تستفيد، لان جائز لك شرعا ان تستفيد، ولكن لا تأخذ كل شيء ويعني تستخدمه وتأكله على حساب الفقراء والمحتاج. انت لو جلست في مكانك هم ما وصل اليهم شيء، انت جصر. لك أن تأخذ التذكرة، لك أن تأخذ الإقامة في الفندق، لك أن تأخذ مصاريفك الخاصة، لك أن تأخذ النقود الجيبية اللي تحمل معك، لك أن تأخذ حقك المكفول بالقانون والشرع. أنت مال اليتامى ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. اليتيم أنت تقعد قائم على ماله، عندك نصيب تأخذه بالمعروف، أن تأكل بالمعروف حتى تكون راعي له أمواله حتى يعني يبلغ ويصل إليها. نتكلم نتكلم عن جمعية الإحسان والتوفيق، شنو هي الآليات اللي وضعتوا للجمعية حتى ما توقع في هذا المستنقع، نقدر نقول عن المستنقع الجمعيات اللي عاد منتشرة اليوم في موريتانيا، ما توقع شنو الآليات اللي طرحتوها ياك تذبتوا ياك تجبروا ثقة المانحين تقريبا؟ طيب جزاك الله خيرا على هذا السؤال وبارك الله فيك. بالنسبة لجمعية الإحسان والتوفيق الخيرية ناشئة سنة 2012، وقد كما قلت لك كنت في هذا المجال أخدم مساعد في جمعية غير موريتانية كانت تابعة للمعهد السعودي جمعية الحرمين الشريفين. ووقعت لي قصة بعد أن غفل المعهد ويعني ذهب أهله إلى السنغال، وإن كان هو أصلا مفتوح لموريتانيا وبوساطة من رجال العلم في موريتانيا. لما يعني أغلق المعهد والجمعية اللي كانت تبع له، هو كانت توزع كثير على الناس وتكفل كثير من الأيتام والأرامل وتتكفل حتى بدفع أجور كثير من منازلهم وتتكفل دفع أجور المعلمين الأساتذة والناس، كان مستفيد من الناس استفادة كثيرة. بعد مباشرة أصبح نحن عملنا ما هو قانوني لأن كنا
اشتغلوا في مظلة تحت مظلة. فأرسل لي أحدهم عبر وساطة من أخ لي زميل يعني حاوية من التمور، حاوية من التمور لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، هذا أظن 2011. فالأخ هذا داعي الشيخ علي والنبي معروف إمام مسجد على طريق المقاومة موجود الآن ممكن يكون يستمع لي، جاني قال لي احنا جاتنا حاوية عاطيها رجل أعمال سعودي رجل خير مساعد به المغتنم، وهذا قبل رمضان، وصلت قبل رمضان بشهر أو شهرين. فحاولنا على أن هذه الحاوية تطلع من الميناء فسدت أمامنا الأبواب، ومن هنا وجه نداء للدولة للرجال أعمال المغتنم اللي فيهم خير لأنهم تم يساعدوا الجمعيات الخيرية، وعلم في كثير من المجتمعات نهضت بسبب العمل الجمعوي والعمل الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني. أي مجتمع تبقى تخغص نضج وخغص المجتمع المدني فيه شنو هو دوره، شنو هو دوره، شنو دوره، وهذه المجتمعات كلها اللي في الخارج تساعده وتدعمه، ويا الله الدولة نحن مطالبين ومدن من بارك الكريم لأنهم يساعدون يفتحون الأبواب وعلنا رجال أعمالنا يساعدون، نحن حدنا جسر نحن ما ندور شغوصنا. والحاوية عقبة خاضت والله الحاوية لا هذا هو السبب، نيجي نام قال انتم معكم جمعية خيرية واعطونا فضة ياكم واخوالكم نالهم يا جماعة الخير فضة الديوانة، ايه فضة الديوانة، هذا الشيء مساعدة اصلا جاية على جمعية ما كانت موجودة. انتم خلونا هذا استفاد منه فقراء فمسكوها حتى فسدت ما استفاد منها احد، حتى هم ممكن لا اخذوا منها شيء بدون علمنا الا انها فسدت. فقررت ان انشئ جمعية خيرية واجتمعت مع رفاقي وقررت هذه الجمعية وتم إنشائها 2012. وهذه الجمعية من ميزتها لأنها اشتغلت ما عندها مقر، المقر قد أنا وبعد قد إن شاء الله سيكون لها مقر في العصر إلى حد الساعة مساعد به أحد رجال أعمال جزاء الله خيرا حتى يعني نكون عندنا. ولكن وهون وش رسالة الجمعيات الخيرية، والله جمعيات الناس اللي تعود واحد عنده جمعية، أنت عندك علاقات خلي الناس تستفاد من علاقاتك لا تربطها بمقر، المهم أن يصل الخير إلى الناس. نحن قمنا برحلات دعوية استفادت الناس منها في التعليم، والتعليم لا يقل شيئا عن الأكل والشرب، هاي في نطاق الأنشطة الجمعية. وكذلك قمنا ببناء مسجد، قطعة القطعة الأرضية أعطاها بعض الفاعلين الخير موريتانية، موريتاني قطعة كبيرة في تفرق زين في مكان زين، وقمنا وكلمنا أشخاص خير فاعلين خير جاني وأعطاها لي وأعطاني توكيل قال لها أعطي لجمعيتكم التمسوا فيها الخير ونعرفك في المساجد ولا عندك مشكلة وعطيناك هذا لأجبر دعم. هو ما عنده باش عدل للمسجد ولكن أعطى مساحة 80 متر في 80، فتكلمت أشخاص والحمد لله بنوا فيه مسجد ومحضرة، والآن يدرسوا فيه طلاب غير صورتهم موجودة عندك يدرسوا فيه ولله الحمد. كذلك قمنا بزيارة لمخيمات بغ المخيمات اللاجئين عليها، وقسمنا في فترة الشتاء قسمنا عليهم بعض الأغطية وبعض الأغذية. كذلك فيه رجال أعمال، وجمعيتي ميزتها الثانية أنها ما قط شبر الدعم من الخارج، تحركت في الخليج ولم أجد دعما ولكن سأسافر بإذن الله الليلة إن شاء الله هناك، وراجع منهم علينا لا جيناهم منهم يساعدونا ويعرفوا علينا هون على أرض الواقع دور إن شاء الله. شنو الطريقة اللي قد أنت تخليهم يوثقوا فيكم أنت كجمعية، شنو الآليات اللي تعطيهم كجمعية يوثقوا فيك في الخليج بالنسبة للأراضي، وخصوصا أنت بعد ما قلت لي عن سمعة جمعيات موريتانيا سيئة. صحيح، ما هي الجمعيات بشكل جمعيات، سمعة الأفراد اللي تتكسب باسم جمعيات بس فهم. هناك أفراد يمشي بعضهم قاعد ما عنده جمعية، يأتي الواحد يدخل عليه يعطيه فضة مسجد فيمشي يديرها في القنم والبقع، هذا فهم هما في المجالس يقولوه الموريتانيين. فهنا يعرف أن هذا لله ويعرف أن الإنسان مسؤول غدا بين يدي الله، أفعل أن هذه الصدقات مؤتمن عليها علمني وصلها لأهلها. أما المساجد فهذه مسألة عظيمة لأنها تتعلق بحق الله، أنت شخص أعطاك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا شخص عنده شخص متوفي يبقي يبني له صدقة جارية يبقي يحفر له بئر، تأخذ أنت مال هو نزلت عنه هذه الصدقة عندما أعطاها لك لأنه على نجته يؤجر عليها، أما أنت فتأكلها هذه أموال باطل لما يأكلون في بطونهم النار والعياذ بالله. نأتي هون أنتم قلتوني عنكم جاي عنكم وزعتوا أغطية وعنكم عدلتوا ياسر من النشاطات، هون يجي القضية التمويل، قلت عنكم ما قررتوا أي تمويل من الخارج صح ما تمويلكم شنو هون؟
طيب التمويل قسمين، في قسم أعضاء الجمعية كلهم يساهم بما قلق يجادل، هذا التمويل يكون موقوف، ضعيف دائما، لا لا في الباصات لا يعود والتجمهر لا كان عنده تجمهر أو تغطية حدث لا كان موجود. أما رجال الأعمال الموريتانيين هون، فمن هذا المنبر ساعدنا رجال الأعمال في موريتانيا، ساعدونا في بناء مسجد وساعدنا كذلك في رحلة دعوية. فنذكر منهم على سبيل المثال أحمد الشويخ، رجل أعمال معروف، رجل فاضل، رجل من أهل الخير والفضل، يبني المساجد محاضر وينفق أموال كثيرة في هذا الباب، فنشكره ساعد هذه الجمعية. ونشكر كذلك ول النواقض، محمد النواقض، قد جئناه عندنا رحلة دعوية ومولها لنا، كانت للشمال يعني مغتان. ونذكر غيرهم ممن دفع لنا قطع أرضية لمساجد. ليك نفس الشيء إيه. والآن عندنا مشاريع كثيرة، احنا عندنا أرامل وعندنا أيتام وعندنا حفر آبار وعندنا ناس محتاجة وعندنا قرى، وهذا كله موثق ومعدل دراسات نعتمد عنده. مستعدين انتم عن مستعدين الانسان نحن الله نعود جسر. نعم جسر مع الانسان الله يعطي فضته يوقف على ذا ويباشر العاد يبقي ياك يتاكد عن فضته مش هات وش صالح. صحيح، هذا هو قاع ما نريد، ومقرنا موجود وعنواننا موجود. ناتي الان للمحور الاخير من هذا الجزء، هو رؤيتكم انتم بما انكم تشتغلوا في الحقل واشتغلتوا فيه، عندكم جمعيه موريتانيه اشتغلتوا فيه في الخارج، رؤيتكم للعمل الخيري في موريتانيا كانوا ذات الحق المستوى المطلوب والله ما زال دون شيء، وشنو العراقيل والله شنو الاساليب اللي قد يا تعود يتخذها ياك يا الحق الهدف المرجو منه. طيب بالنسبه للعمل الخيري هو صدقه، الله سبحانه وتعالى ذكر الذين ينفقون في سبيل الله، قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشخص إذا ما تصدق بصدقة فإن الله سبحانه وتعالى ينميها له حتى يقف في ظلها يوم القيامة. وذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. نحن الآن الأمراض فينا كثرة، كثرة فينا كل شيء، يا من يشعر بالمرض ويا من يشعر بالتعب ويا من يشعر بالنكد ويا من يشعر بعدم راحة البال، فعليه أن ينفق وأن يتصدق على ضعيف، وكذلك إدخال السرور على ضعيف. الضعفاء في موريتانيا كثيرة وعلى الطرقات، لو أن أغنياء موريتانيا أنفقوا الأموال على هؤلاء الفقراء لما رأينا محتاج، لو أن أغنياء موريتانيا ولا أتهمهم بعدم إخراج الزكاة، يعني أخرجوا الزكاة في وقتها المحدد على الوجه المرضي شرعا لما كان فينا فقير. عمر بن الخطاب كانت تمر عليه المزنة أو السحابة فيقول امطري حيث شئت فإن خراجك سيكون في بيت مال المسلمين، سيصل إلى المسلمين. الآن نحن فينا أغنياء فينا أثرياء، أنا أستغرب شخص ينام وهو مليء البطن وعنده مليارات وعنده كونتات مفتوحة ويسافر في الأقصى، هذا ما يكلف شيء، وهو يراعي في مسلم مولانا مريض. احنا عندنا أصحاب الكلى تصفية، نعم كثير تصفية، يحتاجوا أول شيء تغذية تعطيهم أموال ياك يتغذوا به، يحتاجوا ثانيا رعاية صحية، يحتاج مسكن يعودوا ساكنين لأنه ما يحملوا الحر. والله يبارك. الشخص على واحد من رجال أعمال تكفل بهؤلاء الناس في مركز الأنكولوجيا هنا، يحتاج دعم. والله يحتاج. يحتاج دعم. مساعدة، أنا زرته مرة، يحتاج مساعدة، يحتاج ناس. أغنياءنا أموال تمشي في كثير من الأمور، سهرة واحدة ممكن تمشي فيها 10 ملايين أو 5 ملايين تنزرق، هكذا الشيطان يزين الأعمال للناس. والإنفاق إذا ما وجدت واحد لا ينفق خلص لبنته، آخر نقطة في لبنته لود النحاس، هذا أنت تقدمه لنفسك، من يقض هذا أنت قرض الله، من يقض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، الله سبحانه وتعالى فتح لكم الأبواب ويضاعف لكم هذه الصدقات. زد على ذلك فيه احنا مجتمعنا أصلا ما الناس ما تبقي تطلب، نعم واحد هو مطلب يتعفف عنها. يتعفف، تعرفهم باسمهم، لا يسألون الناس إلحافا. تدقت رشاب، ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، يوم جاءها الشيخ وطلب منها الصدقة أعطته صدقة تغنيه يوم، لأنه سيغاديها من القدي، سيأتيها ويقف عند الباب. لما جاء شاب وكان في هيئة حسنة علمت أنه محتاج أعطته الصدقة سنة، قالت هذا محتاج وله ولن يأتي غدا، شاب صعب عليه يطلب. احنا فينا طلاب العلم اللي في المحاضرة ياكلوا ماغ ودلقان، رجال اعمالنا يباتوا الحفلات
والاكل والولائم والشاه يعودوا شح من ولاني من الخالص ولاني من ماغ من زرق من بدي. هذا الله سبحانه وتعالى ما يحرم، انما تحرمون بضعفائكم. داوا مرضاكم بالصدقه، حد مريض يصدق الصدقه لين يعطيها للانسان الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. في قصه يذكرها محمد حسان الشيخ الداعيه المعروف، الواحد رجل اعمال مصري ثري فيه مرض، راح لامريكا وراح لفرنسا وراح لقلبه هذا المرض، يقولوا له عندك مده معينه يعني تنتهي، يعطوه مهدئات. فذات يوم وقف اذا بامراه عجوز ارمله واقفه عند صاحب اللحم، هذا اللي يبيع اللحم جزار، وعندما ياخذ قطعه ويرميها تاخذها وتضعها في سله. هو جاي راح يشتري شم اللحم، يوم شاف هذا المنظر اعجبه، يعني تأثر من هذا المنظر واستغرب كيف يكون هذا المنظر موجود. فتأثر واستغرب أن فيه مخلوق ذكي كيفته يأخذ اللحم بهذه الطريقة. فلما انصرف الناس جاء إلى الجزار وسأله، قال له هذه المرأة تجيهون وتأخذ هذه القطع. ذهب إلى المرأة حتى وصلت إلى بيتها، ووجد عندها ابناء أيتام، وتأخذ هذا اللحم وتزيد عليه من الماء وتضعه ثم تحط عليه شيء من الدقيق. فكلمها قالت له أبوهم توفي منذ سنوات وما عندهم شيء، وأنا قالت له منذ سنة ما أكلت اللحم. فقام الرجل وتأثر وبكى وراح إلى اللحام، قال له هذه المرأة تأتي كل يوم وتعطيها كيلين من اللحم مدة سنتين وأنا أدفع لك الأجر الحين. فأعطاه له، ثم نام في تلك الليلة مستريح، ما كان ينام إلا بالحقن، وبدأ تظهر عليه علامات الراحة وعلامات الشفاء، وانبهر الأهل من حوله زوجته وأبنائه. ثم لما ذهب إلى أمريكا بعد شهر من هذه الصدقة التي فعلها لهذه المرأة، تفاجأ الأطباء، قلبوا الفحوص، قالوا أنت لست هو الشخص الذي كنت تأتينا قبل. قال لهم أنا هو. قال لهم ماذا جرى؟ قالوا له ما فيك أي مرض، تحاليل تثبت أن ليس فيك أي مرض. هذا ثمرة الصدقة. فمن هذا المنبر الكريم ناشد رجال الأعمال ورجال الخير سواء في الخليج أو في داخل موريتانيا، أعلنهم ينفقوا على هؤلاء الفقراء والمحتاجين، وأن يعلموا أن الله إنما يرحم من عباده الراحمون، الراحمون يرحمهم الله، فانفقوا على هؤلاء. وقال الله سبحانه وتعالى عن الصدقة، الصدقة ملي ما تعدل بها السياسة، والزكاة ما تعدل بها السياسة ولا تعدل بها الأخلاق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كثير من الناس يعطيك إياك تعود تبعله، يعطيك إياك يذلك بها، يعطيك إياك يتحكم فيها، هذه ليست صدقة. السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يظل الله متى؟ يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تزل الأقدام، يوم الحشر، يوم التقابل، يوم الحساب، يوم الطامة، يوم الحشر، أسماء كلها مرعبة. فإذا أنت بك على في ظل الرحمن لأنك كنت تتصدق، والدنيا قصيرة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت. عيب على الإنسان يبني داره ويدير لها الرخام ويدير لها التكييف ثم ينسى هذا القبر اللي ممكن يروح له الليلة ويترك المليارات ويترك الأموال، يجوها أبناء له طيلة حياته يتعب وينكد يجمعها يجوهم ويفارقوه. فما علينا إلا أن ننفق على هؤلاء الضعاف، وأن نقف معهم، وأن نستشعر أننا نقدم الخير لأنفسنا قبل أن نقدمه للناس. نعم، إذا السيد الشيخ يحفظ عليات رئيس جمعية إحسان والتوفيق الخيرية، شكرا لك، انتهى الجزء الأول من هذه الحلقة، شكرا لك على هذه المعلومات، شكرا لك على هذه النصائح الجيدة. نتمنى إن شاء الله لبوتي ترجع من السفر، إن شاء الله نعود نجبروك في حال أخرى تعود في التجبر أو تياسم الناس وجبر تياسم من الخير اللي تقدر تتعاون به الناس. أشكرك على هذا الكم الكبير من الدعوة، وإن شاء الله تعود المشاهدين سمعوك، وإن شاء الله يعودوا رجال أعمال موريتانيا سمعوك إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين بهذا ينتهي الجزء الأول من الحلقة الليلة، بعد الفاصل نعود مع الحالة الإنسانية.